الآن مع كلمة السيد عمر قراقيش فليتفضل مشكورا. أصحاب السعادة، الأخوات والأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أبارك لأخي وصديقي الأستاذ يونس العبدالله هذا الافتتاح المهيب وهذا الحضور المميز من أبناء الأردن الشرفاء، أرض الحشد والرباط، وطن الأحرار، هذا الوطن الذي عانى من عقوق فئة من أبنائه فعاثوا فيه فسادا وأفقروا مواطنيه وسرقوا مقدراته ونهبوا دون خوف أو مراجعة ضمير كل ما هو فوق الأرض وما هو تحتها. نعم أقولها لك الله أيها الوطن، كنت جميلا وستبقى رغم أنف الحاقدين وبوجود الشرفاء أمثال يونس العبدالله والذي عهدت فيه الصدق والأمانة والوطنية الحقة، صاحب الحكمة والفكر الحر، والذي يتمترس بتاريخ آبائه وأجداده الوطنيين أصحاب المواقف، رجلا مخلصا لوطنه، نعم الزميل من خلال عمله التطوعي في رئاسة نادي النصر الذي يمثل شعاعا ثقافيا ورياضيا لأبناء المنطقة، متعاونا دون حدود مع الجميع، يرفض الإقليمية ويرسخ مفهوم الوحدة الوطنية بأجل معانيها، فله منا جميعا الدعم اللامحدود لإيصال صاحب المبادئ لمقعد أمانة عمان منطقة النصر. إخواني الأعزاء، عند الحديث عن أمانة عمان ودورها الرائد في خدمة أبناء العاصمة ومع تقديم الشكر لكل أردني مخلص ساهم في تكريس مفهوم المواطنة الكاملة والتي أصبحت حملا ثقيلا نتيجة للاختلالات الحاصلة وسياسة التهميش والإقصاء، فإنني أستبيحكم عذرا أن أخاطب ضمائركم، من هو الذي أوصل أمانة عمان إلى ما يحدث إليها حاليا بوجود اختراقات وفساد طال هذه المؤسسة العظيمة من قبل مجموعة من الغوغاء والذين أسهموا في إضعاف دورها وتقسيم مكانتها مما أدى إلى تعطيل الكثير من الخدمات، بل تحولت العاصمة من فاتنة العواصم إلى وحش يفترس من دون رحمة أو شفقة، بالإضافة إلى العديد من الملفات التي نرجو من مرشحنا العمل على إعادة فتحها ومحاسبة المتسبب والمسؤول عنها. وأذكر منها أولاً إعادة فتح ملف مشروع تسكين الموظفين والمتعلق بشراء قطعة أرض من صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى خلال عام 2009. ثانياً مكافآت ومصاريف ومساعدات أعضاء مجلس الأمانة وكيفية وآلية وأحقية صرفها. ثالثاً ملف الشبكة المتكاملة للنقل المتعدد، وكان اللافت في هذا الملف ذلك الدعم اللامحدود الذي تلقته الشركة من قبل الأمانة برغم الخسائر المتراكمة للشركة ومنحها حق التشغيل على خطوط شرق عمان على طريقة التلزيم من دون طرح عطاء. رابعاً سيارات مشروع تطوير الساحة الهاشمية وآلية التعاقد. خامساً ملف عطاء أثاث الطريق من مظلات ومقاعد طرح بداية العام 2011 والذي أحالته الأمانة إلى شركة واحدة على طريق الاحتكار، بالإضافة إلى عديد والعديد من التجاوزات المالية والإدارية في أمانة عمان والتي تتعلق بأمور إدارية ومالية كشراء الخدمات والمكافآت المالية وتحمل نفقات منح الحج لأشخاص من خارج الأمانة وتحول عمان إلى جزر مائية خلال الشتوي الأخير والتعيينات الوهمية وتفريغهم بواسطة أشخاص متنفذين. كذلك خدمات النظافة والتي حولت بيوتنا وشوارعنا إلى مكبات للنفايات ومشروع الطريق السريع الذي لا يحمل من السرعة سوى الاسم وفشل فشل كما فشلت خريطة طريق السلام الفلسطينية الإسرائيلية الحمد لله.
أما العجز المالي والذي أصبح يهدد استقرار وجودها، فهنا نقف نسأل أين الأموال التي سرقت ومسرحية المحاسبة ولماذا توقفت؟ وهل أصبحت أموال الوطن تنهب وتسرق بقطاع قانوني؟ أم أن المواطن المعدم يجب أن يسدد فاتورة الآخرين كما هو حاصل في عجز موازنة الدولة الأم؟ ومن القضايا الأخرى تزوير توقيع المدراء في أمانة عمان ونائب الأمين والأحكام المزورة والكثير والكثير لا يسمح المجال الحديث عنها. كذلك أتحدث بصفتي ابن منطقة النصر عن نسيان هذه المنطقة وتناسيها وكأنها خارج الكوكب، فلا وجود لحدائق أو ملاعب أو شوارع آمنة ولا شواخص، والكثير من مناطق النصر بحاجة إلى خدمات البنية التحتية. ويجب أن يعرف المسؤولين أن منطقة النصر وأحياها جزء من عمان، فكم أنت أيتها المنطقة مظلومة بتعمد وبتقصد، لا وزير يصلها ولا نائب يصل منها، والحمد لله. الأخوة الكرام والأخوات الكرام، في الختام أقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل من نهب وسرق وعاث في الأرض فسادا، وأقول لحكومتنا احذروا غضبة الحليم، لن نسكت على ظلمكم، كفاكم ظلما، واعلموا أن الوطن فوق الجميع وللجميع. ونتمنى أن نشاهد انتخابات نزيهة وشفافة لا مزورة كما كانت في السابق، فكلنا أردنيون، ويجب أن يصل الشخص القوي وكفانا ضعفا. وأخاطب فيكم عقولكم التي أحترمها، ويجب أن تختاروا الشخص الأفضل والذي أراه أمامي. ندرس تاريخه، نؤمن بقدراته، نستحلفكم بالله أن تحكموا ضمائركم، وأن نجعل مصلحة الوطن فوق مصالحنا، وأن ننظر إلى القادم بهدف التغيير لا التوريث. وأتمنى لأخي التوفيق والنجاح، وبهذه الوجوه المستبشرة أرى نور الغد قادم لا محالة. مع حبي واعتزازي بكم جميعا، حفظ الله الأردن وحفظ الله الملك وعاشت فلسطين حرة عربية. طبعا كل الموجودين هنا جاءوا للدعم والمؤازرة، نشكركم جميعا. الشباب، أين هم الشباب؟ أما الشباب فيونس العبدالله هو خير من يمثله، كيف لا، وهو الذي يرأس منشأة رياضية شبابية، وهو القريب منهم أبا وأخا كبيرا. وأما شيوخنا وعباءاتنا فهم بركتنا وهم الأصل، وأما أخواتنا فهن مدارس الرجال ولهن من حقوق ما لغيرهن، ولا ينكر ذلك إلا جهل، ولا يبني هذا المجتمع إلا الرجل والمرأة كفا بكف ويدا بيد. الآن نستمع وإياكم لكلمة الشيخ حسن الشريف، وهو من وجهاء وشيوخ المنطقة. شيخ حسن تفضل نشكره. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان الحضور، إخوات الفاضلات، بسم الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الصحيح ما ضلش حقي ينحكى، يعني الأخ يونس أخ وأب وعم وخال، شخص يعني ما شاء الله عليه الله يحميه، وإحنا بنبارك لك سنة يا شيخ يونس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.